وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية تشكيل الكلمات. طبعا تشكيل الكلمات يعد مهم في قراءة وإعراب النصوص ولا سيما في اللغة العربية. حتى نضيف التشكيل للكلمات هنالك موقعين، طبعا الموقعين معتمدين وتعتبر من المواقع المحترمة. حتى نشكل الكلمات كل ما علينا انه ناخذ كوبي للنص، مثلا راح ناخذ كوبي لهذا النص وطبعا نضغط على نسخ. طبعا هذا الموقع خاص بقناة الجزيرة. عندما نضغط على تعلم اللغة العربية بموقع الجزيرة نذهب الى تشكيل، وطبعا هذا الرابط راح يتم ارفاقه مع هذه المحاضرة. كل ما علينا انه نضغط هنا كليك ايمن ونلصق النص اللي تم نسخه ونضغط على اوافق وانالست روبورت، بعدها اضغط على معالجة النص، انتظر بين ما يتم تشكيل النص. اذا لاحظ انه النص تم تشكيله بشكل مناسب راح اضغط كليك ايمن ونسخ، او بامكان انه انسخ من هذه المنطقة واذهب الى برنامج وورد وراح احدد هذا النص، اضغط عليه كليك ايمن واختار هذه علامة اللصق. اذا الاحظ انه هنا تم تشكيل النص بشكل جيد مع اضافة الحركات، ممكن ناخذ هذه الكلمة وطبعا نسخ، بامكاني انه الصق النص بهذه المنطقة واضغط Analyze to Report معالجة النص ومن ثم نسخ. طبعا اجي الى برنامج وورد، اضغط كليك ايمن والصق بهذه الطريقة ثم اضغط انتر من الكيبورد. اذا لاحظ انه تشكيل الكلمات اصبح بشكل ممتاز وجيد. طيب بامكاننا انه نجري نفس العملية بموقع اخر، موقع اسمه مشكال. طبعا ننسخ وراح نذهب الى موقع مشكال. طبعا هذا هو الموقع، موقع مشكال. بامكاننا انه نذهب بهذه المنطقة نلصق، طبعا راح نمسح النص الموجود بهذه المنطقة ونلصق ثم نكتب تشكيل. اذا لاحظ انه النص اصبح بشكل ممتاز وطبعا ملون. طبعا الجيد في هذا الموقع انه يعطينا خيارات تعديل التشكيل في حال لو كان التشكيل غير صحيح. مثلا عندنا هنا مصمما، ممكن اضغط عليها كليك ايسر وعدي هنا مجموعة من الخيارات، بامكاني انه الغي التشكيل او اعدل التشكيل حسب ما انا اريد من خلال الكيبورد. في حال لو كان التشكيل صحيح بامكاني انه احدد كل اللي موجود، اضغط كليك ايمن وطبعا اختار نسخ. راح اذهب الى برنامج وورد وراح الصق هذا النص وطبعا كليك ايمن ومن ثم لصق. اذا لاحظ انه النص اصبح بهذه الطريقة فقط يحتاج انه اضيف اللغة العربية بهذه الطريقة. ممكن الموقع الاول اكثر سلاسة بعملية النسخ واللصق، ولكن الموقع الثاني يعطينا امكانية التعديل، وطبعا هذه الامكانية غير متوفرة بالموقع الاول.